كريم على بركة الله وتوفيقه تتواصل منافسات هذا الصباح وانطلاقة شوطنا الثاني والعشرون بتعداد أشواط هذا اليوم لنتابع هذه الانطلاقة المميزة ونتواصل بالنداء مع أول المراكز من تحمل الرقم 13 أو تحمل الرقم 3 هذه هي الحذرة من تتواجد على المركز الأول حمد بن صالح بن جابر الشرقي على أول المراكز وعلى المقدمة. المركز الثاني تواجد وتقدم من قبل ملوح مطر بن علي بن سعيد الاكتبي أحد الضيوف الأعزاء القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة بمنافسة دائرة مع أيضا أبناء هذا الميدان ومع شعار الشرقي. المركز الثالث التواجد من قبل ثالث المراكز وسام ربيع بن جابر ربيع الجابر المري أحد الضيوف آلي برين القادم من المملكة العربية السعودية. رابعا أتابع أيضا تقدم على رابع المراكز من واقع الشعار شعار بن ثلاب من يتواجد مع انطلاقة المركز الرابع الوطن ثلاب الراج بن ثلاب بن جلميد الهاجي والمركز الخامس هذه المنطلقة الدوحة مسر بن حامد مسر الشواني. إذن هذا هو النداء حبلنا الكريم للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة. نعود إلى أول المراكز إلى مقدمة هذا الشوط لنرى ماذا جرى بأمور الصدارة من تغيرات من انتقالات من تواجد هذه الشعارات المنطلقة. تغيرت الأمور مع شعار الاكتبي من انطلق إلى أول المراكز ومع ملوح الذي أيضا نتابع ملوح من انطلقت مع أول المراكز ملوح وشعار الذي بدأ يلوح مع الصدارة مع المقدمة مطر بن علي بن سعيد الاكتبي بن سعيد هو السعيد في هذا الصباح مع انطلاقة هذا الشعار الشطرنجي ليكتب لنا الاكتبي اسمه مع أسماء الفائزين المتوجين في هذا اليوم ومع منافسات سيدنا حقايق. المركز الثاني الحذرة على ثاني التحديات المنطلقة والمتواجدة على ثاني المراكز تحمل أيضا شعار أحد أبناء هذا الميدان الممثلين لأبناء الشحانية حمد بن صالح بن جابر الشرقي يقدم لنا شعار أبو صالح مع أيضا هذه الشعارات المتواجدة مقدما لنا هذه المنافسة الجميلة. المركز الثالث تواجد وسام المنطلقة المتواجدة بهذا الشعار الجميل والزي المميز لتتقدم بشعار ربيع بن جابر بن ربيع الجابر المري. المركز الرابع أتابع الدوحة لمسفر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الخامس خامس المراكز شعار بن ثلاب مع الوطن ثلاب بن راشد بن ثلاب الهاجري. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى. بدأت الأمور تشتد خطورة بهذه اللحظات مع هذه الأسماء العودة مباشرة إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى ملوح يبدو بأن ملوح هي صاحبة هذا الشوط إن لم يكن هنالك رأي آخر من الأسماء القادمة المتواجدة في هذا الشوط. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير ملوح مع المركز الأول ومع الصدارة مطر بن علي بن سعيد الاكتبي يقدم لنا ملوح بانطلاق ذاتي وبدون أي تعليمات يبدو بأن انطلاقه ذاتي عبر الجهاز اللاسلكي مع المقدمة ومع الصدارة. ثاني المراكز يتواجد شعار ربيع بن جابر ربيع الجابر المري مع وسام من انطلقت بهذه اللحظات لتعلن منافستها مع الأسماء المتقدمة. ثالثا الدوحة ومسفر بن حمد بن مسفر الشهواني ولكن أعود إلى الصدارة. بدأت الحيوية تظهر في هذا الشوط مع انطلاقة ملوح ومع تواجد وسام وملوح وما زالت ملوح أمورها بالسليم. الله يا ملوح بشعار مطر
بن علي بن سعيد الكتبي على أول المراكز على المقدمة وعلى الصدارة بدون أي تعليمات. يقدم لنا الكتبي هذه البكرة المنطلقة على الصدارة على المقدمة اللي ما تحتاج أبد للآلي، انطلاقها ذاتي وبدون أي منافس بدون أي منازع. هذه هي ملوح، وكما أسلفت شعارها يلوح مع أيضا الفائزين المتوجين، واسم الكتبي يكتب ويدون مع أسماء المتوجين والفائزين في هذا الصباح. التالي والتبريكات لمطر بن علي بن سعيد الكتبي المركز الثاني، وسام الربيع بن جار الربيع الجار المر المركز الثالث. وصلت جمايل مسعود بن صالح بن مسعود غفران المر المركز الرابع. الدوحة لمصر بن حامد مصر شواني خامسا. وصلت مطرة لسعيد بن حمد بن جار الله بن جويل. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نتابع لحظة وصول ملوح إلى خط النهاية، توقيت الزمن 6:24، 12 الزمن الثاني. ثاني تبريكات لمالك ملوح مطر بن علي بن سعيد الكتبي على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز كان الوصول من قبل وسام 6:28، 10 الزمن الثانية. الثاني تبريكات للربيع بن جابر الربيع الجابر المري. ثالثا كان الوصول من قبل ثالث المراكز اللي هي جمايل. تعالوا التبريك توصل 6:30، 70 زمن الثالث تركي مسعود بن صالح بن مسعود المري على هذا الفوز.